موضوعنا هو الكريبتو ماينينغ فارم، هذه الشركة الممتازة التي قمت بشرحها مرارا وتكرارا، وأنا أقول لكم أن لي دخل أسبوعي على هذه الشركة. نعم، دائما أقوم بتطوير نفسي فيها شيئا ما. على العموم شركة ممتازة، يوجد مقر على أرض الواقع، يوجد في تايلاند، وتشتغل منذ 2009 على ما أظن. نعم رائعة، هي تقوم بشراء مساحة كبيرة وتعمل على شراء الأجهزة عبر أموال المستثمرين عبر هذه الشركة الممتازة. على العموم الحمد لله أنا أشتغل فيها أكثر من 4 أشهر، والحمد لله العمل فيها ممتاز وناجح 100%. هي لا تعطيك أموال خيالية أو شيء من هذا القبيل ليكون في علمك. على العموم سأريكم كيف تستحب الدخل في الموضوع، وأريك طريقة تسجيل في هذه الشركة كيف تعمل فيها. هو الشركة تعطيك 50 جيجاهرتز مجانية، نعم مجانية إذا قمت بالعمل عليه، لكن ضروري الاستثمار لكي تقوم بالسحب. إذا لم تستثمر لا تشتغل على هذه الشركة. نعم، على الأقل قم بشراء 20 جيجاهرتز ب$18 أو $20، وزائد 50 جيجاهرتز يعني 70 جيجاهرتز، ستعطيك أرباح مدى الحياة. نعم، على العموم هي لا يوجد بها صيانة ليكون في علمك، لا يوجد بها صيانة نهائيا. نعم، وهي انظر الحماية الخاصة بها، انظر هنا ستابل سيرفيس، نعم موثوقة جدا، هذا هو الحماية الخاصة بها من الكومودو سيكيوري أخي. نعم، لكي أتطرق إلى كيف تسجل في هذه الشركة ما عليك إلا الضغط على الرابط الذي سوف يوجد أسفل هذا الفيديو، سوف ننتقل إليك عبر الشكل التالي. نعم الحمد لله نحن نتعاون مع بعضنا البعض، نحن إخوة. نعم الحمد لله لكل شيء. أي تساؤل أخي أنا في الخدمة، رابط حسابي في الفيسبوك سوف يوجد أسفل هذا الفيديو. هنا تقوم بوضع النيم الخاص بك، هنا اليوزر نيم الاسم الذي ستدخل به إلى الموقع، هنا الباسورد، هنا إعادة كتابة الباسورد، هنا الإيميل، ثم كتابة الإيميل، هنا ستقوم بإدخال هذه الكابتشا ثم تضغط كذا على ريجستر، وتقوم بالذهاب إلى الإيميل الخاص بك، تقوم بتفعيله بالضغط على كونفيرم. نعم، وتقوم بتفعيل إذا أعطاك التفعيل. أنا سأقوم بالدخول إلى وجه حسابي مباشرة. نعم، على الشكل التالي هكذا لوجن. الحمد لله على كل شيء، والله إخواني شركة ممتازة وصادقة، الحمد لله دائما أعمل عليها بامتياز وأنصح الكل بها. نعم، أنت تريد دخل أسبوعي أو دخل يومي، قم بالعمل عبر هذه الشركة الصادقة، بعيدا عن النصب، بعيدا عن المواقع النصابة أو شيء من هذا القبيل. نعم، هكذا يكون العمل، هكذا يكون الاشتغال عبر الانترنت يا أخي. نعم، الحمد لله لكل شيء. هذا المبلغ سأقوم بالسحب لكي أتأكد أن الموقع صادق. نعم، هذا المبلغ ليس بالسهل، هذا تقريبا $70. نعم، تقريبا $70 يا أخي، لأن البيتكوين مرتفع شيئا ما. الحمد لله البيتكوين في ارتفاع، اشتري قدر المستطاع من البيتكوين يا أخي. نعم، ليكون في علمك اشتري البيتكوين. البيتكوين سوف يقوم بالارتفاع حتى $5,000 إلى 10,000 مستطاع، إما الكزابو أرى كثير كثير أخي. على العموم الحمد لله كل شيء، سأقوم بالسحب، ومن ثم سأتطرق إلى كيفية الاستثمار عبر هذه الشركة. سأقوم بالسحب هذا المبلغ ليكون في علمك، هكذا سأقوم بالضغط هكذا على ويدراو على الشكل التالي، هكذا سأقوم بالسحب هذا المبلغ، سأقوم بجلب الأدرس الخاصة بمينا الكوان بايمنت. نعم، أحسن محفظة سأقوم بجلب الأدرس الخاصة بمينا، هذه هي الأدرس عبر الشكل التالي هكذا، سأقوم بوضعها هنا. نعم، وأقوم بالضغط هكذا على كونفيرم يا أخي. نعم، وهو يقول لي أن السحب تم بنجاح، لكن عليك تأكيد السحب من الإيميل الخاص بك. نعم، هذه هي قوة هذا الموقع الرائع، عليك تأكيد أنك قمت بالسحب عبر الإيميل الخاص بك. سأقوم بالدخول إلى الإيميل الخاص بي. نعم، نعم أخي الكريم، هذه الرسالة التي وصلتني إلى في الإيميل الخاص بي، هنا يقول لي الموقع هل تريد سحب هذا المبلغ. نعم، أنا أريد سحب هذا المبلغ إن شاء الله في المحفظة الخاصة بالكون بيمنت. سأقوم بالضغط هذا على كليك تو كونفيرم يور ويت دراوي أخي عبر الشكل التالي، انظر هكذا، وقد تم السحب بنجاح الحمد لله. يقول لي أن السحب سوف يتم في 24 ساعة يا أخي، لكن السحب لا يقل عن 3 دقائق. سأريكم السحب إن شاء الله من هذا الموقع، لا يقل عن 3 دقائق إلى 5 دقائق ليكونوا في علمك. نعم، هل هم سأقوم بالرجوع إلى الداشبورد عبر الشكل التالي هكذا. نعم، انظروا هنا لقد تم السحب بنجاح الحمد لله. سأقوم الآن سأتطرق إلى كيفية الاستثمار عبر هذه الشركة. سأضغط هكذا على ديبوزيت فاند عبر الشكل التالي، هنا يقول لك 20 جيجاهرتز مدى الحياة. نعم، إذا كنت تريد شراءها عبر هذا الثمن يا أخي، سأقوم بفتح موقع بريف لكي تعرف الثمن الخاص
بالبيتكوين يا اخي. نعم قمنا بفتح هذا الموقع بريفن، الحمد لله لكل شيء. مثلا انا الموقع يعطيك 50 جيجات مجانيه، وانت اشتريت 20 جيجات، يعني 70 جيجات ستحصل عليها. سوف يصبح ربحك اليومي عبر الشكل التالي، مدى الحياه. نعم مدى الحياه عبر الشكل التالي هكذا سوف تربح هذا المبلغ. مدى الحياه اخي ليكون في علمك، هذه خطه اللايف تايم ليكون في علمك. مثلا انت سوف تشتري تلك ال 20 جيجات عبر هذا الثمن. نعم عبر هذا الثمن، انظر كم هي ثمنها، ننتظر هكذا سنقوم بلصقها هكذا. 17 دولار. نعم ثمنها 17 دولار يا اخي، او 18 دولار. وهو الموقع يعطيك 50 جيجا، يعني 70 جيجا صالحة لكي تقوم بالسحب من هذا الموقع ان شاء الله يا اخي. مثلا انت اذا قمت بشراء مثلا هكذا عبر هذا الثمن يا اخي، او هذا مثلا 5000 قمت بشرائها، مدى الحياة بواحد بيتكوين. نعم ثمنه هو واحد بيتكوين يا أخي. 5 سوف تعطيك أرباح يوميا، سوف تتحصل على هذه الأرباح. هذا هو الربح الصادق والمربح. لا تقول لأن الشركة سوف تنصب 20 قابل، لا يا أخي، لأنها تعطيك أرباح قليلة لكن سوف تدوم مدى الحياة إن شاء الله يا أخي. مثلا أنا سأقوم بالشرح على خطة السنة. مثلا سوف تختار خطة السنة عبر الشكل التالي. مثلا تريد شراء 2000 جيجاهاش أو 1000 جيجاهاش عبر هذا الثمن. نعم هذا هو ثمنها عبر الشكل التالي. نعم هذا هو ثمنها بالبيتكوين. نعم عبر 124 دولار. نعم ليكون في علمك. تقوم بالضغط على كباينة، ومثلا أنا سوف أقوم بشراء مثلا 5000. مثلا 5000 سوف تعطيني أرباح عبر الشكل التالي يوميا، 5 دولارات يوميا. ثمنها راه تقريبا 300 دولار أو شيء من هذا القبيل. نعم على العموم مثلا 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 10000 مثلا عبر الشكل التالي 10000، هذا هو ثمنها بالبيتكوين أخي. أي بيتكوين لديك قم باستثماره عبر هذه الشركة، اعتبر أنت محفظة فقط تقوم بتعديل لك البيتكوين. نعم على العموم تقوم بالتقييد على باينو يا أخي. نعم عبر الشكل التالي هكذا تقوم بإرسال لهم نعم هذا المال يا أخي. نعم هذا المال عبر هذه الأدرس، وأنت قمت بالاستثمار عبر هذه الشركة الممتازة والصادقة، والتي أجني منها أنا الحمد لله الكثير من الدولارات، ولي مدخول أسبوعي عبر هذه الشركة الحمد لله عليها. هكذا اتبع استراتيجية في العمل وما يكون إلا الخير في القادم إن شاء الله. أنت قم باختيار الخطة المناسبة لك، إما 3 أشهر، إما 6 أشهر، إما سنة، أو 3 أعوام، أو 15 سنة، أو اللايف تايم يا أخي. نعم هو موقع صادق، هو شركة صادقة ومربحة، وتوجد على أرض الواقع في تايلاند يا أخي. نعم يوجد الصفحة الخاصة بها عبر الفيسبوك. نعم قم بالتطرق إليها، الحمد لله لكل شيء. سأريكم الآن سحبي من الكريبتو مايننج فارم. نعم سأقوم بالدخول هكذا، سأقوم بتحديث الصفحة. الحمد لله إخواني لقد توصلت بالمبلغ كما قلت لكم في أقل من 3 دقائق. نعم في أقل من 3 دقائق توصلت بالمبلغ، وسأريكم إياه. انظر هنا في حسابي قد تغير الحمد لله. على العموم الحمد لله لكل شيء، إجمع قدر المستطاع من البيتكوين في هذه الاونه الاخيره يا اخي. والله يا اخوي الموقع صادق ومربح الحمد لله كل شيء. انظر هنا كما قلت لك ان حسابي لقد تم، كانت لدي 55 دولار، والحمد لله قد اصبحت 120 دولار فصلت 33، الحمد لله كل شيء. هكذا يكون العمل عبر الانترنت يا اخي. نعم هذا افضل شركة تعدين البيتكوين كما اقول وكرر، اذا قمت بالعمل عليه سوف يكون لك دخل اسبوعي او دخل يومي على حسب الجهد الخاص بك. دائما الارباح التي تقوم بسحب من الضمان قم باعادة شراء بها وحدة الجيجاهاش، هكذا سوف تضمن الكثير الكثير من الاموال في القادم ان شاء الله يا اخي، وستصبح لك دخل كبير ان شاء الله مع هذه الشركة الممتازة والصادقة.